استاذ محمود، واضح ان انت بتعمل على نطاق اوسع شويه، يعني واضح انه المصنع اكبر شويه وعدد العمال او العماله اكبر. حضرتك انا عندي من 40 عامل ل 60 عامل، وطبعا انا بصدر جميع الدول العربيه، والحمد لله طبعا. طب واخد قرض بكام؟ اكيد مبلغ تاني بقى. لا والله خدنا بصراحه، كنا لسه ساعتها تم تقديم يعني دراسه الجدوى، كنا بنعمل مصنع جديد وتم انشاؤه طبعا من احدث المعدات، واستوردت طبعا معدات من بره من الصين. مش عايز تقول قرض يعني يا لا استاذ. قرض ب 2 مليون جنيه وتم تسديده الحمد لله من 3 سنين، وطبعا استوردت معدات من بره باجهزه طبعا بتساعدني طبعا ان انا اقدر طاقه انتاجيه اكتر، وتساعدني طبعا ان انا اقدر ان انا اطلع كميات اكتر. و طب انا عايز اسالك، يمكن انت في التقرير اشرت الى انه الجهاز من ضمن التسهيلات اللي بيقدمها الترخيص والتسويق، عمليه التسويق كان مفيده بالنسبه لكم. ايه الضمانات بقى؟ يعني انت استفدت بايه الضمانات من الجهاز خلال عملك على نطاق الاوسع من المشاريع الصغيره يمكن؟ هو ساعدني حضرتك في التمويل ان انا اقدر استورد معدات من خارج، بتساعدني طبعا في الطاقة الإنتاجية، شاركت طبعا في معارض، بتقدر ان انا اقدر ان انا اقدر اصدر اكتر كمية ممكنة في السنة. يعني انا كنت الاول في السنة بصدر 6000 و7000 طن، وان شاء الله طبعا انا كنت بصدر طبعا بصدر لعند دلوقتي جميع الدول العربية، وحلمي ان شاء الله في المستقبل ان انا اقدر اصدر اوروبا واقدر انافس، لان في منافسه بره كبيره جدا، وبصراحه مصر بتدعمنا بتدينا دعم سنوي ان احنا نقدر ننافس بره.